واحد أجنبي دخل الدين الإسلامي فقرر ينزل بلد عربي عشان يخش في الدين، فلقى واحد بدقن وجلابية وبتاع وقال لك بس هو ده. واحد أجنبي دخل الدين الإسلامي فقرر ينزل بلد عربي عشان يخش في الدين، فلقى واحد بدقن وجلابية وبتاع وقال لك بس هو ده. يا شيخ أنا عايز أخش في الإسلام. مرحب يا أخي في الدين وبتاع ومش عارف إيه وكده، تعالى اتفضل لقنوا الشهادة وبقى مسلم تمام. قال له تعالى بقى معايا المستشفى عشان نعمل لك عملية الإيه؟ الطهارة. قال له يعني إيه؟ قال له أيوه ما أنت لازم تتطهر عشان تبقى مسلم لازم يقص. قال لا 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 خلاص كده خلاص مش عايز اخش في الدين. قال له لا ما انت ما دام دخلت في الدين وهتطلع منه تبقى مرتد نقطع رقبتك. فقال لي لا ايه الدين اللي اخشه يتقص واطلع منه يتقص الرقبه، ايه الدين ده؟ وطبعا هو وقع مع الداعيه الغلط، الدين له كده ولا كده بالظبط. لما يجي واحد يتوب او يقع في ايد واحد شيخ متطرف ولا حاجه ولا نهجه ارهابي ويخش مسجد يلاقيه قام فيه بدعه، فطبعا بيتعبد لله بالطريقه اسلام. انا دخل هو ده المسجد هو ده بيت ربنا، وبعد فتره محترم يكتشف ان هم على خطا. عارف ده لو ساب التوبه ورجع تاني زي الاول مش ممكن انك ترجعه تاني حتى لو على الطريقه الصحيحه. حتى لو انت مش ملتزم اقعد مع عيالك قبل ما تكبر وعلمهم مين هم العشرة المبشرين بالجنه. وطبعا المبشرين بالجنه مش عشرة، هم اكتر من عشرة، بس العشرة دول اتذكروا في حديث في الزمان ده. لو سالت بعض الشباب مين هم العشرة المبشرين بالشهره يقول لك محمد رمضان، محمد هلال ولا حماده هلال، محمد صلاح، محمد مش عارف مين، كلهم محمدات. انما صلى الله عليه وسلم اسمه معرفوش. ما تسيبش اولادك للنت والانترنت وتيجي تساله انت عامل ايه يقول لك مالكش دعوه. من بعد العشر سنين وانت طالع ابدا علمهم الدين الصحيح. اللي يقول لك ان كبر ابنك خويه ده راجل كذاب، ان كبر ابنك علمه الادب وهو هيخويك. اما تبقى اغلب الشباب قدوتها محمد رمضان وعبده موته وحنجره وكزبره وفيتو وزبادي وليله كبيره سعادتك، وخد عندك مجدي شطه وحمو بيكا. لا انا عجبك شيخ قرموط يعني، ده غير عمرو دياب واللي متابع المغنيات البنات. يا راجل واحنا بنصلي التليفون يرن نغمه محمد رمضان واحنا ساجدين، تبقى دي توبه الى الله ولا هو الروتين بنعمله كل يوم؟ ايه الفايده ان انا بصوم وبصلي وعارف ربنا وبسمع مسلسلات وافلام والاقي واحد يقبل واحده في قلب بيتي؟ ايه الفايدة ان انا بقى في الشغل ومربي عيالي على الادب وسايب لهم تليفونات في البيت معرفش بيتفرجوا على ايه؟ لو سألته مين هو اسم النبي الثلاثي هيقول لك معرفش. حصلت خناقة على النت بسبب محمد رمضان عشان سجد لله شكر بعد الاغنية. اللي قال لك لا يجوز ان هو يسجد على معصية، واللي هو يشكر ربنا بعد فعل الفواحش، والناس التانية ازاي يسجد لله بهدوم شفافة، ومنهم اللي قال لك ازاي يسجد لله وهو لابس الجزمه. وحصلت خناقه وضرب جزم. اول حاجه مش احنا اللي هنحاسب الناس على اعمالها، ولكن النصيحه مطلوبه. وما دخلناش نيته، يمكن كان بيطلب للتوبه وهو في الساعه دي، بس ما تحش فرصه لعيال ان هي تاخد واحد زي ده قدوه، اللي حملوه على اكتافهم وكان في الاصل تمثيل. سيدنا يوسف رفض ان هم يحملوه على اكتافهم وهو كان نبي مرسل. ما تسيبش اولادك عرضه للافلام والمسلسلات. والناس اللي بتقولك انت مالكش دعوة وسيب الخالق للخالق، احنا مش هنحاسب الناس بس ربنا هيحاسبنا ان احنا شفنا الغلط وسكتنا عليه. كلنا بنغلط ما احناش انبياء، بس الغلط انك لو فكرت تتوب تقع في الشخص الغلط بس خلاص. سلام عليكم.